بجوار المسجد من جهته الغربية توجد غرفة اتخذت كمقبرة خاصة بآل السهروردي، وعند الغرفة القبة المخروطية المشهورة، ويعيد تاريخ تشييدها إلى سنة 753 هجرية الموافق 1334 ميلادية، استناداً إلى الكتابات الموجودة فوق مدخل القبة على البدن الكامل أو قاعدة القبة وهي مكتوبة بخط الثلث. هندستها على طراز القبب السلجوقية، وقد أجريت عليها صيانة وتعمير لعدة مرات، إلا أنها لم تراعي الجانب التراثي الأثري. شيدت القبة على بناء مربع تقريباً طول ضلعيه يقارب 5 أمتار.